نجحت قوات الجيش في ضبط خلية نسائية لأول مرة. تم ضبط سيدة متخصصة في زراعة العبوات الناسفة وتفجيرها، وتم ضبطها في مدينة رفح وأرشدت عن 4 آخرين، ودول كانوا تابعين لتنظيم بيت المقدس. وتم ضبط سيدة أخرى في مدينة العريش في حي الصفا جنوب مدينة العريش، كانت بتستخدم منزلها، لها شقيقين، واحد أحدهما قتل في تفجيرات طابا 2006 والآخر قتل أثناء زراعته عبوة ناسفة. فتم القبض على هذه السيدة، وتبين أنها تستخدم منزلها لإيواء العناصر التكفيرية، وكنقطة انطلاق أيضا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش. طبعا بالنسبة قوات مسلحة نجحت أيضا في ضبط عنصر تكفيري في غاية الخطورة متخصص في زراعة العبوات الناسفة، وكان صيد ثمين للقوات طبعا إن هي قدرت تقبض عليه حيا ومحاوزته عبوة ناسفة. في يعني زخم كبير من المعلومات موجود الآن لدى سواء الشرطة أو الجيش في سيناء لتنفيذ عمليات استباقية ونوعية ضد العناصر. طبعا القوات المسلحة نجحت في استقباب الأمن في رفح والشيخ دويد تحديدا، وفرض السيطرة الأمنية تماما. بالفعل في سيطرة أمنية تماما على مجريات الأمور في جميع ربوع سيناء بنسبة 100% تماما. جنوب سيناء مؤمنة تماما، شمال سيناء مؤمنة تماما. القوات المسلحة بشكل يومي مع قوات الشرطة. وضحت الصورة الزميل أشرف سويلم.